إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني جاءتني بعض الاستفسارات اليوم نبدأ فيها إن شاء الله، ثم ننطلق بما يفتح الله سبحانه وتعالى حول صلاة أقامها اليهود اليوم في ساحات المسجد الأقصى المبارك. وكانت هذه الصلاة صلاة جهرية، يعني أحدهم يفتح كتب دينية لهم لليهود ويقرأ منها بصوت عالي. اسألني عن هذه الصلاة، يعني هذه الصلاة التي قام فيها هذا المتدين أو المتطرف هي صلاة من الصلوات التي يقومون فيها وتسمى بصلاة الشحاتير أو الشحاتيت، يعني لا أعلم يعني أصل التسمية، ولكن هاي صلاة من صلوات النهار عندهم، وهم يقومون أحيانا بصلاتين أحيانا بثلاثة صلوات في اليوم، وهذه ضمن الصلوات الموجودة عندهم. اللافت للأمر، يعني هنا بعض النقاط التي نتكلم فيها في هذا الأمر. أول شيء، هاي الصلاة التي يقوم فيها واعتادت اليهود أن تقوم فيها، من قواعدهم أن هذه الصلاة يتوجه بها إلى بيت المقدس. لفين؟ يعني في كتبهم، في قواعدهم الشرعية اللي عندهم، لفين بتوجهوا قبلتهم في هذه الصلاة؟ فين؟ لبيت المقدس، بين مزدوجين إلى بيت المقدس. وإحنا بنعرف هم الصلوات التي يقوموا فيها خلف سور أو حائط البراق لحارة المغاربة التي استولوا عليها سنة 67، لفين بتوجهوا؟ إلى جهة الشرق، يتوجهوا إلى جهة الشرق. نحن نسميه الحائط الغير الغربي أو السور الغربي من أسوار المسجد أو بنيان المسجد الأقصى، وهم يتجهوا باتجاه السور، يعني فين بتوجهوا؟ إلى الشرق. طيب، هاي الصلاة التي كان يقوم فيها داخل المسجد هي نفس الصلاة التي يقوم فيها إمتان؟ خارج السور، وفين بتوجهوا؟ باتجاه الشرق. يعني ماذا نستنتج من هذا؟ بيت المقدس بالنسبة لهم باتجاه الشرق ولا إيش؟ حتى احنا نعرف الفكرة إخواني، دعونا ننظر لهذه الصلاة عندما يقوموا فيها وهم فين متواجدون؟ عند جهة باب الرحمة. يعني لما ينتقلوا، لما تنتقل هذه الجماعة من طرقات المسجد الأقصى وتصل إلى جهة المنطقة اللي نسميها توما توما أو الحرش، لما يصلوا إلى جهة مصلى باب التوبة والرحمة، إلى أين يتجهوا؟ ينقلب اتجاههم، ببطلوا يتوجهوا للشرق. لفين بتوجهوا؟ إلى الغرب. معناه شو اللي بنستنتجه؟ بنستنتجه أنه بيت المقدس اللي موجود عندهم في كتبهم، في اعتقادهم وتصرفاتهم، فين محشور؟ محشور ما بين حائط البراق، أو خلينا نقول السور الغربي اللي موجود المسجد الأقصى، وفين موجود؟ باتجاه الشرق. من الجهة الأخرى فين بصير؟ باتجاه الغرب. يعني كأنه المسجد الأقصى هو إيش؟ هو باعتبارهم موجود، أو كيف هم بفسروا في كتبهم، هو بيت المقدس. طيب، لما ننظر من جهة أخرى، لما تكون هاي الجماعة فين متواجدة؟ عند البائكة أو بائكة باب حطة، لأن هم في صلواتهم أو في اقتحاماتهم شو بيسووا؟ بيجوا من جهة مصلى القبلي، بتوجهوا إلى باب الرحمة، بعدين بلفوا اللفة من جهة باب حطة، وهناك في طلوع قصير بيصعدوا ويقفوا على حافة صحن قبة الصخرة، وأيضا يقوموا بصلوات. طيب الصلاة لما يكونوا في ذلك الاتجاه فين بدهم يصلوا؟ شفنا بتجهوا للشرق، شفنا بتجهوا للغرب. طب لما يكونوا عند بائكة باب حطة، لفين بتوجهوا؟ إلى الجنوب. شو معناه؟ معناه صار واضح الهدف تبعهم والغاية تبعتهم، صارت واضحة عندهم في التعريف تبعهم. لما يقول لك أنا بتوجه بصلاتي باتجاه بيت المقدس، لفين هو بتوجه بصلاته فعليا؟ إلى قبة الصخر، لأنه القاسم المشترك في اتجاهه، سواء في صلاته في حارة المغاربة، أو في صلاته عند مصلى باب الرحمة، أو في صلاته عند مصلى عند باب حطة، القاسم المشترك بيناتهم فين؟ هو مصلى قبة الصخرة.
فكأنه قبلتهم هي ايش؟ مصلى قبة الصخر. كل شيخ بيقول انه قبلتهم هي القدس بيت المقدس. لا نتكلم شو بيقولوا، نتكلم شو في باصفارهم في كتبهم، وبنطلع على التصرف الفعلي اللي هم بتصرفوا. فاحنا بنحاول نربط ما بين موجود ما هو موجود عندهم في كتبهم وما بين تصرفاتهم. اللي موجود عندهم انه يتوجه لبيت المقدس، ولكن تصرفاتهم لفين بتوجهوا؟ الى قبة الصخرة. هم بتفسيرهم العملي لكلمة بيت المقدس شو هي؟ قبة الصخرة. وسألنا انفسنا ولما قبة الصخرة؟ كأنه يعني اذا احنا بنطلع على تصرفاتهم وافعالهم ومخططاتهم اللي هم بينشروها في كتبهم، واحيانا بيحملوا ايش؟ بيحملوا مجسدات، مجسمات، ويلفوا فيها طرقات بيت المقدس. احيانا لما يدخلوا حتى لفين؟ لا داخل بنيان المسجد الاقصى، شو بيسووا؟ اما انه بيكون لابس قميص رداء، شو بيكون مرسوم عليه من الخلف او من الامام؟ بيكون مرسوم عليه صحن قبة الصخرة، ولكن مكان الصخرة شو فيه؟ الهيكل تبعهم. ما يعني بيقدر يحمل المجسم تبعه الى الداخل، شو بيسوي؟ بيحمله كصورة موجودة على رداءه. فالغاية تبعتهم فين؟ هذا المصلى، مصلى قبة الصخرة. وهي الصلوات اللي احنا بنشوفها واللي عمالها شيئا فشيء تتطور. طلعوا اول شيء نيجي للتصريحات الرسمية. التصريحات الرسمية للشرطة انها تحافظ على الوضع الراهن، لا بيت المقدس، لا مصلى، او خلينا نقول المسجد الاقصى، لا داخل ما يحدث داخل مصلى المسجد الاقصى، بتحافظ على الوضع الراهن اللي كان قائم قبل 67. هذا التصريحات ايش؟ للشرطة. نيجي للمحاكم. المحاكم لما هم الشرطة قامت باعتقال عدد من الأشخاص، سواء لأنهم قاموا بالنوم افتراش الأرض، وهذه إحدى صلواتهم اللي كانوا يقولوا أنه ممنوع على الزوار، هم بسموهم إيش من المزدوجين؟ بسموهم الزوار بمصطلحاتهم، ممنوع على الزوار أن تقوم بصلوات داخل المسجد الأقصى. فلما كان يتم اعتقال من يخالف أوامر الشرطة ويصلي داخل المصلى ويعتقل، سواء لأنه صلى أو لأنه رفع العلم الإسرائيلي، يتم اعتقاله ويتم تقديمه للمحاكم. المحاكم الرسمية شو بتسوي؟ تطلق سراحه وتقول أنه لم يقم بمخالفة. فشو في عنا؟ في عنا جهتين رسميتين، كل جهة شو بتسوي؟ تتكلم بكلام يناقض الأخرى. القوة التنفيذية بتقول لك ممنوع، القوة التشريعية شو بتقول لك؟ ما قالتش مسموح، قالت مش ممنوع، قالت ايش؟ مش مسموح. طلعوا هم بتلعبوا بالألفاظ، يعني بتقول انه احنا ما بنقول مسموح، يعني هم شو بيقولوا؟ احنا ما بنقول مسموح، ولكن بنقول انهم ما ارتكبوا مخالفة يستحقوا عليها السجن. طيب فين احنا وصلنا من هذا تلاعب في المصطلح؟ وفي نفس الوقت بيقولوا لك احنا بنحافظ على الوضع اللي كان قائم قبل 67، وبنعتبر انه هذا المكان اللي هم ال 144 دونم، مع تحفظنا اخوان، مع تحفظنا انه ال 144 دونم كما يقول البعض هي المسجد الاقصى، مع تحفظنا على هذا القول، ولكن هذا القول اللي بيقولوا فيه انه ال 144 دونم هم المسجد الأقصى وبدهم يحافظوا على الوضع اللي كان قائم سنة 67، ولكن هذا ليس بسبب. فشفنا أنه أول إشي إن تم اعتقال أحد لأنه خالف القوانين شو بيصير؟ يطلق سراح. ثانيا شفنا أنه في الفترة الأخيرة بعد ما تم إطلاق مجموعة من الذين اعتقلوا لمخالفتهم التعاليم أو التعليمات التي كانت تأتي من الشرطة أطلقتهم المحكمة، بعد شو شفنا؟ بعد شفنا إنه صلوات واضحة علنية ظاهرة. يعني أنا أتذكر إخواني سنة 2016 يعني تم اعتقالي وانحبست وقتها سنة، يعني أثناء وجودي في التحقيقات كان معتقل مجموعة من اليهود. ليه؟ الشرطة ما اعتقلتهم مجموعة اليهود ليه؟
لانه كان يقول مشيح بو، والشرطي قدر يميز كلمة مشيح بو على ايش؟ على شفاهه، على ايش؟ على شفاهه. فالشرطة كانت معتقلته، وكان يتم التحقيق معه انه كيف انت بتخلي الشرطي يلاحظ عليك انك شو بتقول مشيح بو. ولكن هذا سنة 2016، لهلا احنا شو لفين وصلنا؟ انه يتم السباحة، افتراش الارض، ويتم الجهر بالصلوات بشكل علني، ويتم رفع الاعلام، ويتم عمل طقوس زواج، ويتم عمل طقوس بلوغ للاطفال اللي بوصلوا 14 سنة، بيسووا لهم طقوس بلوغ، ويشرب الخمر داخل مسجد الاقصى، وكل هذا شو ماله؟ يغمض عنه العين. وشو بقول لك؟ نحن نحافظ على الوضع القائم من سنة 67. أين هذه المحافظة؟ فين اللي أنتم بتحكوا فيه؟ فاللي بتحكوا فيه إشي، واللي بيصير على الواقع إشي تاني مختلف كليا. شوفوا إخوان المفارقة، يعني أعطيكم مثال، يعني أنا شاهدت مقطع من الفيديو، الشرطة تعتقل طفل عمره ثلاث سنين، ليش عمره؟ ثلاث سنين، ليه؟ شو السبب؟ إنه كان يلبس بلوزة مرسوم عليها البندقية، تم اعتقاله. ثلاث سنين، قديش عمره؟ ثلاث سنين. شو مميز؟ ايش اللي بميزه؟ ما بميز ولا شيء، بالنسبة له هيدي لعبة، ولكن تم اعتقاله.